بسم الله نبدأ، وعلى طاعته إن شاء الله ونكتمل. أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي، نلتقي في حصة جديدة ومع شريطنا الفيزياء. النهاردة هيكون شغلنا على تطبيقات عن الحركة. إحنا درسنا في الحصة اللي فاتت الحركة، وعرفنا معناها، وعرفنا إن الحركة تتوقف في الاصل على السرعه، او ان الجسم بيتحرك بسرعه معينه اللي هي الفي بتساوي دلتا دي على الدلتا تي. تغير في السرعه، تغير في الازاحه بالنسبه للزمن. طيب تعالى كده مع بعض انا وانت نفتكر اللي احنا قلناه. قلنا ان من القانون، ان القانون ده المعجزه بتاعتنا، اللي هو منه اقدر اعمل ايه؟ برافو عليك، اقدر اطلع وحده قياس، واقدر اطلع تعريف، واقدر احط علاقه بيانيه، واقدر اطلع من العلاقه البيانيه انواع. طب تعالى كده نبص. هنا دلتا دي على الدلتا تي، الدي ازاحه بالمتر والتي زمن بالثانيه، يبقى متر على الثانيه، يعني متر في الثانيه والسالب واحد. طيب نقدر نطلع منه العوامل؟ بص كده، الراجل ده بيتحرك ازاحات خلال أزمنة، وبالتالي سرعته بتفضل ثابتة. يعني في الحالة دي السرعة اللي احنا كنا بنقول عليها سرعة ايه؟ سرعة منتظمة. طب ما تيجي معايا كده، أول عامل يتوقف عليه السرعة زي ما ظاهر في الشكل الإزاحة، وقلنا إن السرعة والإزاحة احنا لو حطيناهم في المثلث بتاعنا هنلاقيهم مضروبين، إذا السرعة تتناسب. برافو عليك، السرعة تتناسب طرديا مع الإزاحة. خد بالك، السرعة مع الإزاحة يزيدوا مع بعض، يقلوا مع بعض. السرعة كده بالبلدي بتقول للإزاحة أنا معاكي على الحلوة والمرة، يعني زدتي هزيد معاكي، هتزوديني، قليتي هنقص معاكي، هتنقصيني. تمام. وكمان عندنا العامل التاني اللي بيتوقف عليه السرعة، إيه هو؟ يلا كده بسرعة، اللي هو مين؟ الزمن. بس الزمن تناسبه مع السرعه تناسب ثابت، تناسب عكسي يا مستر. برافو عليك. ازاي يعني؟ يعني ايه تناسب عكسي؟ يعني يا مستر اذا زاد الزمن قلت السرعه، والعكس. يعني حضرتك تقصد ان الزمن والسرعه بيكرهوا بعض. يعني واحد فيهم هيزيد التاني هيحصل له ايه؟ هيقل بسرعه. يبقى كمان استنى بس قبل ما نجيب التعريف، يبقى قلنا من القانون قدرت اوصل لحاجتين، قدرت اوصل لاول حاجه قدرت اوصل لوحده القياس، ان السرعه بتساوي ازاحه على زمن، يبقى الازاحه في البسط يبقى متر، زمن في المقام، الثانيه في المقام هطلع على البسط الثانيه والسالب واحد. من القانون قدرت اوصل للتناسب، اذا كانوا في مستوى واحد يا شباب، يعني السرعه في البسط والازاحه في البسط وبينهم يساوي، او لو خليناهم في طرف واحد هيبقوا مقسومين، تبقى التناسب بتاعهم تناسب طردي. طب اذا كان بينهم يساوي، واحده بسط الثانيه مقام، او لو خليناهم في طرف واحد هيبقى مضروب، هيبقى التناسب تناسب عكسي. طيب كمان نقدر نجيب ايه؟ نقدر كمان نوصل للتعريف. قلنا بنقرا البسط ونخلي المقام بيساوي واحد، مين اللي في البسط يا شباب؟ التغير في السرعه. مين اللي في المقام؟ الزمن. يبقى اقدر احط تعريف للسرعه، اللي هو التغير في السرعه خلال وحده الزمن. لا استنى بس، كمان منها نقدر نحط علاقه بيانيه، وقلنا اللي فوق بيفضل فوق واللي تحت بيفضل ايه؟ تحت. اللي فوق فوق واللي تحت تحت. ازاي يا مستر؟ يعني احنا كنا بنجيب الميل فالاتصالات على فرق السنان، يبقى الدلتا دي في البسط والدلتا تي في المقام، يبقى الدي على التي، ويبقى الدي على الراس على الواي، والتي على الافقي على الاي على الاكس، وبالتالي الميل اللي هو فرق السرعات على فرق السنات اللي هو هيساوي ايه؟ السرعه. ايه ده؟ ده ملخص سريع للحصه اللي فاتت. طيب كنا في نهايه الحصه بس بسرعه قوي قلنا انواع السرعه. طب ما تيجي كده نتعرف على انواع السرعه. انواع السرعه ليها تقسيمين، تقسيم من حيث الاتجاه الى السرعه قياسية أو عددية، اللي هي المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن أو في الثانية الواحدة،
والثانية سرعة متجهة اللي هي الإزاحة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن. يبقى تعالى كده معايا تاني بسرعة يا راجل يا محترم. من القانون قدرت توصل ليه؟ من القانون يا مستر قدرت أوصل لوحدة القياس. من القانون قدرت أوصل لتعريف. من القانون قدرت أوصل لتناسب. ومن القانون كمان يا شباب قدرنا نوصل للأنواع الرئيسية اللي هي السرعة القياسية والسرعة إيه؟ المتجهة. طيب تعالى بس يلا معايا افتكر معايا كده ونرجع للمتجهات شوية صغيرين. فاكر لما قلت لك في الكميات المشتقة زي السرعة اللي هي إزاحة على زمن أو مسافة على زمن، في الكميات المشتقة كنا بنعمل إيه؟ قلنا إذا تشابهت الكميات ينتج قياسي، المسافة قياسية والزمن قياسي، يبقى ينتج سرعة إيه؟ سرعة قياسية. طيب المسافة متجهة، الإزاحة متجهة والزمن قياسي، يبقى ينتج سرعة إيه؟ متجهة. يبقى إحنا هنا يا شباب القانون بيعمل لي إيه؟ القانون بيطلع الأنواع، القانون بيطلع وحدة القياس. يبقى إذا يكفيني إن أنت تعرف القانون وتفهم تقدر تجيب كل حاجة منه إزاي. طب استنى، السرعة القياسية هي كمية قياسية يعني يلزم لتعريفها مقدار دون اتجاه، أما السرعة المتجهة هي كمية متجهة يلزم لتعريفها المقدار وإيه؟ والاتجاه. السرعة القياسية بتنتج من قسمة المسافة على الزمن، أما المتجهة بتنتج من قسمة الإزاحة على الزمن. طب استنى بس يلا معايا، طالما قياسي قلنا الكميات القياسية دائما موجبة، أما الكميات المتجهة فبيكون إشارتها تبعا للاتجاه، قد تكون موجبة أو قد تكون سالبة. طب استنى بقى النوع الثاني اللي كنا بنطلعه من العلاقة البيانية اللي هو سرعة. يا ولد سرعة منتظمة يا مستر، شايف الراجل اللي بيجري ده؟ ايه ده يا مستر؟ ده هو خلال نفس الأزمنة قطع نفس الإزاحات، إذا هنا بيقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية. يبقى السرعة المنتظمة هي إيه؟ السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية. طيب والسرعة غير المنتظمة بقى؟ ها السرعة غير المنتظمة اللي هو النوع الثاني، ركز كده في الشكل، إيه ده؟ ده سرعته هنا كانت كبيرة، قطع إزاحة كبيرة في زمن في نفس الزمن. هنا السرعة قلت، السرعة قلت. ده اللي هنعرفه بعد كده ان شاء الله اللي هي العجله السالبه اللي هي عكس اتجاه السرعه، وقد تكون عجله موجبه. يبقى السرعه غير المنتظمه هي ايه بقى؟ هي سرعه الجسم التي يتحرك بها او السرعه التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع ازاحات غير متساويه في ازمنه متساويه، او العكس طبعا ممكن اقول ازاحات متساويه، بس هنا اذا تساوت الازمنه يختلف الازاحات، واذا تساوت الازاحات يختلف الازمنه، كده تبقى السرعه غير المنتظمه. اما اذا تساوي الاثنين، تساوت الازاحات وتساوت خلال نفس الازمنه، تبقى السرعه دي سرعه ايه؟ منتظمه. طيب استنى كده، السرعه المنتظمه ركز كده، العربيه اللي صارت قدامنا دي بتقطع ازاحات متساويه في ازمنه متساويه، يعني ما فيش تغير في السرعه، وهنعرف بعد كده ان العجله هي التغير في السرعه. يبقى السرعه المنتظمه السرعه لا تتاثر بعجله، وخدناها في العلاقه البيانيه وافكرك بيها دلوقتي إن العلاقة البيانية بتاعتها علاقة صفرية. طب والسرعة غير المنتظمة؟ لا بتتأثر بعجلة. إيه ده؟ شايف لعبة الملاهي الجميلة دي؟ آه. وهو نازل العجلة بتزيد فبتزود السرعة، وهو طالع لأنه هو وهو نازل بيكون في اتجاه الجاذبية الأرضية، يعني بتبقى عجلة الجاذبية الأرضية بالنسبة له موجبة، وهو طالع لفوق بيبقى عكس اتجاه الجاذبية الأرضية، يعني عجلة الجاذبية الأرضية بالنسبة له تبقى عجلة إيه؟ سالبة. ده كلام جميل قوي يا مستر، ده حضرتك كده ببسط الموضوع قوي. طب ايه رايك بقى، هقول لك على حاجه كمان، ايه رايك لما اقول لك ان السرعه المنتظمه لو جبت الفي بتساوي الفي داش، مين دول؟ الفي اللي هي السرعه اللحظيه، والفي داش اللي هي السرعه ايه؟ المتوسطه. يعني حضرتك تقصد ان في السرعه المنتظمه تتساوى السرعه اللحظيه مع السرعه المتوسطه، صح. طب في السرعه غير المنتظمه اكيد يبقى في اختلاف بينهم، اكيد السرعه اللحظيه لا تساوي السرعه المتوسطه. ليه؟ الجسم اللي بيتحرك ده لو عند اقصى قمه سرعته غير هنا، وهو نازل سرعته بتزيد، معنى كده السرعه بتتغير، وهو طالع السرعه بترجع تاني. معلش يا شباب كده، يبقى قلنا تاني السرعه المنتظمه سرعه بيتغير فيها سرعه الجسم او سرعه بيقطع فيها الجسم، ازاحات متساويه في ازمنه ايه؟ متساويه. طب وغير المنتظمة سرعة بيقطع فيها الجسم
مساحات غير متساويه في ازمنه متساويه او العكس. السرعه المنتظمه وغير المنتظمه ممكن ارسمهم بيانيا؟ اه طبعا يا مستر. منتظمه خط مستقيم في علاقه بين الازاحه والزمن. يعني ايه؟ يعني بص كده، الازاحات هنا لو اتغيرت خلال كل ثانيه 1 متر او 2 او 5 او 10، خلال الثانيه الثانيه هتتغير نفس التغير، يبقى تتغير بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. اما السرعه غير المنتظمه، وقلنا السرعه المنتظمه كمان العجله بتاعتها عجله ايه؟ السرعه المنتظمه يا مستر، السرعه المنتظمه عجله صفريه. طب وغير المنتظمه؟ لا، بتاثر بعجله. اذا يا شباب، اذا كانت طبعا الشكل ده اللي هو بين الفي والتي هو شكل يمثل العجله. طب اذا كانت هنا الميل بتاعه بيساوي صفر، الميل بتاعه بيساوي صفر، معنى كده حضرتك ان بتقولي ان السرعه ان العجله بتساوي صفر، يعني التغير في السرعه بيساوي صفر، يعني السرعه الفي انيشال في اي ايكوال في فاينل، يعني السرعه الابتدائيه بتساوي السرعه النهائيه، يعني الجسم ده بيتحرك بسرعه ايه؟ ثابته. ما احنا زي ما كنا قلنا ان يا شباب، قلنا ان في السرعه المنتظمه الفي بتساوي الفي داش. ازاي؟ قلنا احنا بنقول مع بعض ان السرعه اللحظيه بتساوي السرعه المتوسطه، ده في المنتظمه. طب وفي السرعه المنتظمه هنقول ان السرعه الابتدائيه بتساوي السرعه النهائيه، يعني تقدر تقول الفي ايكوال في داش اللي هي السرعه اللحظيه بتساوي السرعه المتوسطه، وتقدر تقول ان السرعه اللحظيه كمان السرعه الابتدائيه بتساوي السرعه النهائيه. لا، ما هو احنا مش بنعيد كلامنا بس، احنا صحيح في جزء مراجعه صحيح، ولكن مع جزء المراجعه اللي احنا بنراجعه لازم يكون معانا افكار جديده وندخل بقى الافكار لحل المسائل. مش عايزين الحصه، مش عايزين يا شباب تحفظ فيزياء، احنا عايزين نفهم كويس قوي ازاي من قانون واحد قدرت اوصل لده كله. يعني انا لو فاهم ازاي استنتج من القانون هيبقى الموضوع سهل. طب سرعه غير منتظمه، ما انت خد بالك السرعه علاقه بين ايه وايه؟ بين ازاحه وزمن يا مستر. طالما السرعه علاقه بين ازاحه وزمن، السرعه علاقه بين ايه وايه يا شباب؟ بين الازاحه والزمن. طالما السرعه علاقه بين الازاحه والزمن، يبقى ابني المحترم اذا كان خط مستقيم، برافو عليك، تبقى سرعه ايه؟ خط مستقيم، تبقى منتظمه يا مستر. طب لو منحنى، تبقى سرعه غير منتظمه. تاني، لو مستقيم تبقى سرعه منتظمه، لو منحنى تبقى سرعه غير ايه؟ منتظمه. خد بالك ان المنحنى هنا او السرعه غير المنتظمه مش معبر عنها باللفظ كده، لا، انا عندي لو منحنى بالمنظر ده وجبت الميل بتاعه هيتغير من لحظه الى اخرى، ولذلك من المنحنى هنا او ميل المماس بقى للمنحنى عند كل لحظه بيتغير وبيسمى السرعه اللحظيه. يبقى ايه يا بقى؟ ازاي اعبر عن سرعه منتظمه؟ لا خلاص، تعبر عنها بالسرعه اللحظيه بالسرعه المتوسطه، تاخد اي ازاحه على اي زمن، انت صح. طالما وصلت الدلتا دي على الدلتا تي في اي لحظه، انت صح. ولكن السرعه غير المنتظمه، لا، السرعه غير المنتظمه يا مستر، لو ما تيجي نبص لها بيانيا كده، السرعه غير المنتظمه بيعبر عنها عن طريق حاجتين، عن طريق ما يسمى بالسرعه المتوسطه. تطلع ايه السرعه المتوسطه يا مستر؟ السرعه المتوسطه. طب استنى كده يا راجل المحترم، والنوع الثاني طبعا سرعه لحظيه. ايه هي بقى؟ ايه الفرق اللي بين السرعه المتوسطه وبين السرعه اللحظيه؟ السرعه المتوسطه يا شباب باختصار شديد جدا هي الازاحه من نقطه البدايه الى نقطه النهايه، يعني الازاحه الكليه، يعني المسافة الكلية اللي هيقطعها الجسم إذا كان بيتحرك بسرعة قياسية أو عددية. الإزاحة الكلية مقسومة على الزمن إيه؟ مقسومة على الزمن الكلي، يبقى هنا السرعة المتوسطة يا رجالة هنقول إن هي عبارة عن الإزاحة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. طب السرعة بقى اللحظية، خد بالك السرعة المتوسطة أنا لو رسمتها بيانيا هتبقى هاخد خط مستقيم من البداية إلى النهاية، خد آخر إزاحة على آخر زمن. اطرح منهم او ازاحه على اول من اول ايه واول ايه زمن، اللي هي ميل الخط المستقيم بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. يعني اقلب الغير منتظمه بخط مستقيم افتراضي، هنقلبها الى منتظمه. لا، احنا هنشوفها دلوقتي في الرسم افضل.
وطبعا بقى السرعة اللحظية اللي هي سرعة الجسم عند لحظة معينة، اللي هي سرعة بتتغير كل لحظة، اللي هي سرعة ما بتبقاش ثابتة، اللي هي سرعة الجسم اللي هي بتتغير، وبالتالي بتتغير ازاي؟ لأنها على منحنى. يبقى هنا يا شباب تعين من خلال ميل الخط المنحني من لحظة إلى من نقطة البداية نقطة النهاية، ميل المنحنى الخاص بالحركة. طبعا هي سرعة بتتغير من وقت إلى آخر، يعني أنا مثلا لو سايق عربية وبصيت في عداد العربية هبص على طول هلاقي قراءة، القراءة دي تمثل السرعة اللحظية. معلش أنا في الجزء ده بحاول أتحرك معاك بسرعة عشان آخد أكبر كم من الأسئلة والمسائل اللي أنا مجهزها لك. يبقى قلنا إن السرعة غير المنتظمة بعبر عنها عن طريق حاجتين، سرعة متوسطة وسرعة إيه؟ لحظية. السرعة المتوسطة هي الإذاعة من نقطة البداية لنقطة النهاية مقسومة على الزمن الكلي. السرعة اللحظية هي ميل أو هي سرعة الجسم خلال فترة زمنية قصيرة أو خلال لحظة معينة. السرعة المتوسطة تعين من ميل الخط المستقيم من نقطة البداية لنقطة النهاية. طب والسرعة اللحظية تعين من ميل المنحنى بين نقطة البداية ونقطة النهاية. السرعة اللحظية يستدل عليها من قراءة عداد السيارة عند أي لحظة. أما السرعة المتوسطة لازم أعرف الإزاحة الكلية والزمن الكلي عشان أقدر أقسمهم على بعض. إذا خد بالك بقى تظهر أكتر هنا في العلاقة البيانية. خد بالك أنا عملت إيه؟ هي السرعة الغير منتظمة بتبقى منحنى، ولكن بمجرد ما أشوف المنحنى هاخد نقطة البداية أحط عندها بوينت ونقطة النهاية نقطة كمان، واخد بينهم خط بالمسطرة بتاعتي، خط مستقيم. ازاي يا مستر؟ بص كده، ادي البداية. على فكرة مش شرط البداية الصفر، ممكن يبدأ من أي إزاحة على أي نقطة، بس في النهاية خالص من نقطة البداية إلى نقطة النهاية خد حضرتك خط مستقيم. الخط المستقيم هنا ميله اللي هو السرعة اللحظية، اللي هو هيجيب لي ناتج قسمة الإزاحة الكلية على الزمن إيه؟ الكلي. أم السرعة، آسف، السرعة المتوسطة اللي هي ناتج قسمة الإزاحة الكلية على الزمن الكلي، مش اللحظية يا شباب، أنا آسف. أما السرعة اللحظية طبعا هنا الميل يا شباب، الميل من المستقيم بين البداية والنهاية اللي هو بيمثل السرعة المتوسطة، اللي هو الدلتا دي على الدلتا تي، أو الدي توتال على التي توتال، اللي هي الإزاحة الكلية على الزمن الكلي هيديني الفي داش اللي هي السرعة إيه؟ السرعة المتوسطة. طب السرعة اللحظية بقى، لا السرعة اللحظية قصة تانية خالص. السرعة اللحظية اللي هي عبارة عن السرعة اللحظية اللي هي عبارة عن سرعة بتتغير من لحظة إلى أخرى لأنها بتنتج من المنحنى. إذا الميل ده هيتغير من ثانية للتانية، هيتغير من لحظة إلى أخرى، هيتغير من وقت للتاني، يبقى بسرعة من المنحنى هو اللي بيمثل إيه؟ سرعة لحظية. طب من المستقيم بين البداية والنهاية يمثل إيه؟ سرعة متوسطة. السرعة المتوسطة تظل مقدار ثابت، والسرعة اللحظية تتغير من لحظة إلى أخرى. تاني، السرعة اللحظية تتغير من لحظة إلى إيه؟ أخرى. وبالتالي من الممثل المنحنى عند أي نقطة يمثل ما يسمى بالسرعة اللحظية عند تلك النقطة. تاني، من الممثل المنحنى عند أي نقطة بيمثل إيه يا شباب؟ بيمثل السرعة اللحظية يا مستر. عشان كده يا شباب أنا هنا دلتا دي على الدلتا تي، طبعا السرعة اللحظية بتتغير أما السرعة المتوسطة بتظل إيه؟ ثابتة. طيب حتى في العلاقة يا ولد السرعة اللحظية قياسية. ليه؟ لأن أنا ما يهمنيش اتجاهها، هي مقدار عند لحظة معينة. أما السرعة المتجهة، السرعة المتوسطة هي سرعة متجهة. ليه يا مستر؟ لأن أنا باخد إيه؟ من البداية إلى النهاية، باخد منها خط مستقيم، وبالتالي برافو عليك اللي هي إيه؟ باخد الخط من البداية للنهاية خط مستقيم، وبالتالي هنا كأني تعاملت مع إزاحة كلية. يبقى السرعة المتوسطة متجهة، أما السرعة اللحظية فهي سرعة إيه؟ قياسية. طيب استنى بقى، السرعة المتوسطة واللحظية كمان نجمع قوانينهم. اللحظية دلتا دي على الدلتا تي، في أي لحظة ممكن يتغير الدلتا دي وممكن يتغير الدلتا تي. ليه؟ لأن مسافات غير أو إزاحات غير متساوية في أزمنة إيه؟ متساوية أو العكس. يعني بيتغير الإزاحة وبيتغير الزمن. أما السرعة المتوسطة ركز كده، الفي داش بتساوي إيه؟ دي على التي،
معلش يا ولاد، انا اظهرت لك الثلاث قوانين دول لانهم مهمين جدا 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 في دراستك، ومهمين دلوقتي في التطبيقات اللي احنا بنتكلم عليها، ومهمين بعد كده في حاله الدراسه اللي احنا هندرسها قدام، اللي هي خاصه بايه؟ اللي هي خاصه بمعادلات الحركه اللي هي بتربط بين عناصر الحركه كلها. خد بالك ان شاء الله انا في الفصل اللي جاي اعرفك برسم تخطيط صغير كده ان عناصر الحركه عباره عن اربع عناصر. هو بيبدا بسرعه وبينتهي بسرعه، بيبدا بايه؟ الانيشال، وبينتهي بالفاينل، بيبدا بالابتدائيه وبينتهي بالسرعه ايه؟ النهائيه. يبقى انا عندي اول عاملين السرعه الابتدائيه والنهائيه، والعاملين الرئيسيين اللي هم الازاحه والزمن. طيب التغير يحدث بناء على عجله، قد تكون العجله صفريه فيصبح السرعه منتظمه، وقد تكون غير صفريه يعني عجله سواء موجبه او سالبه، وبالتالي تصبح السرعه غير منتظمه. ايه ده؟ ده حضرتك شرحت لنا العجله، واحنا هنا يا شباب الفيزياء كل متكامل، يعني ما فيش حاجه اسمها لسه الدرس الجاي، وما فيش حاجه اسمها الدرس ده، ما فيش حاجه اسمها درس احنا درسناه، لا ده على الوحده الاولى يا مستر وده على الوحده الثانيه، لا يا شباب يا رجاله الموضوع كله واحد، دراستنا كلها شيء واحد، شغلنا كله الفيزياء كل متكامل، يعني اللي هتفهمه النهارده ان شاء الله هينفعك وانت في الثانويه. طب يلا كده مع بعض عرفنا قوانين السرعه المتوسطه، ما تيجي ناخد كام سؤال كده وبعدين نقول كام ملحوظه صغيرين. متى يتساوى السرعه المتوسطه مع السرعه اللحظيه؟ امتى الفي بتساوي البي داش؟ امتى السرعه المتوسطه تساوي السرعه اللحظيه؟ ايه ده يا مستر؟ حضرتك لسه قايل ان الفي بتساوي البي داش اذا كان في اف بتساوي الفي اي، الفي انيشال بتساوي الفي فاينل، الفي اي بتساوي الفي اف، اللي هي امتى؟ اللي هي لما طالما الاثنين بيساووا بعض يا شباب يبقى السرعه ما اتغيرتش، تبقى في الحاله دي الجسم يتحرك بسرعه ايه؟ منتظمه ولا غير منتظمه؟ والله يعني انا عاجبني اجاباتكم يا اولاد. طب يلا كده مع بعض، ايه ده بقى يا مستر؟ دي يا شباب مضاعفات وحدات القياس، التحويلات اللي بتتعبنا كلنا. ايه ده؟ ده التحويلات بطريقه يا شباب جميله جدا 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 جدا، على فكره انت خد بالك انت خدت التحويلات في درس القياس، وانا هناك جمعت لك التحويلات بالكامل، هنا بكمل معاك تاني وبنعيد اللي احنا خدناه هنربطه بالجديد. يعني احنا كان عندنا تحويلات اصغر من المتر، طبعا بقى في السرعه انا مش هاخد يونت بصفه عامه، انا هاخد اليونت بتاعتي اللي هي المتر، اللي هي على هي المسافه. طيب تحويلات اصغر من المتر اللي هي زي مين يا مستر؟ حضرتك زي ما تيجي مثلا تقول لي ايه؟ ملي متر، مايكرو، بيكو، فيمتو. بس استنى استنى استنى، ايه ده؟ بيكو مايكرو بيكو فيمتو لا ينفع يا مستر، لا في النانو في الطريق. يعني حضرتك انا قلت لك ايه؟ في حاله التحويل احفظهم بالترتيب لو سمحت، ملي مايكرو بيكو نانو، تاني ملي مايكرو نانو بيكو فيمتو، تاني اسف نعدهم بالتالي كده، ملي مايكرو نانو بيكو فيمتو. طيب عشان ما نتلخبطش، الملي كلنا عارفين ان هو بدايه الوحدات الصغيره، المايكرو والنانو عشان ما تتلخبطش قول لي انت مين؟ مين؟ ايه مين دي؟ انت بتسالني عني؟ لا انا بقول لك هنا مين صاحب، وبعدين هنروح هناك هنلاقي المج. مين صاحب المج؟ دي جمله تعرفني التحويلات كلها. مين؟ ميم وبعدين ايه؟ بعدها النون. يبقى المايكرو الملي والمايكرو في الاول، وبعديهم ايه؟ النانو. البيكو والفيمتو اعتقد وحدات غايات الاستخدام، وسهل جدا طالما انا عرفت الملي والمايكرو والنانو سهل ان نرتب الاثنين التانيين. طيب وده هينفعني في ايه؟ طبعا الصغير المفروض ان انا بقسم، من الصغير للكبير بقسم. مستر انا بغلط في الموضوع ده قوي، بنتلخبط. هقول لك على حاجه بيني وبينك بس ما تقولهاش، خليها كده ايه؟ سر بيني وبين اولادي. اقول لك على حاجه، وانا في سنك كان مصروفي 2 جنيه. طيب لما الاقي حد من الجماعه اللي هي غاويه منظره من غير لازمه، طبعا 2 جنيه دي كان ايام كتير يا شباب. او يقول لي انت معاك كام؟ اقول له معايا 200. معاك كام؟ ما انا ما قلتش 200 جنيه يا شباب.
انا قلت 200، 200 قرش. اذا انا 100 جنيه القرش ضربت في كام؟ ضربت في كام؟ ضربت في 100، اللي هو من الكبير للصغير ضرب. اذا لو انا قلت، لو حد من زمايلي قال لي تصدق انا واخد النهارده مصروف 500 قرش، كنت هقول له ايه؟ يعني انت معاك 5 جنيه، يعني من الصغير للكبير بقسم. طب خد بالك لما نيجي نقسم هنا يا ولد، تقسم في حالة وجود الأسس العشرية بقى، ما انا ملي الى المتر هقسم على 1000، اللي هي هقسم على 10 أس 3، وبالتالي نطلعها في البسط يبقى بضرب فيها 10 أس سالب 3. يبقى في الصغير اضرب في الأس السالب، تاني في الصغير اضرب في الأس ايه؟ السالب، اما الكبير فهنضرب في الأس الموجب. طب ما يلا كده، ملي الأولانية 10 أس سالب 3، مايكرو الثانية على طول، يبقى سالب 3 دي هتضيف 2 يبقى 10 أس سالب 6. نانو الثالثة، ايوه احنا قلنا مين؟ نانو، يبقى 10 أس سالب 9، وبعدين البيكو 10 أس سالب 12، والفيمتو الله يرحم الدكتور زويل عرفنا كلنا عليها، اللي هي 10 أس سالب 15 من المتر. طيب وعلى فكرة ينفعوا للثانية، ينفعوا للثانية، يعني ممكن ألاقي مثلا جايب لي حاجة بالملي سكند بالبيكو بالفيمتو ثانية. يا اخوانا دكتور زويل وصل لإيه؟ قلنا تاني من الصغير للكبير اضرب في 10 أس كام؟ في الأس السالب. طيب يعني إيه؟ يعني ملي سالب 3، مايكرو ها ملي سالب 3 يا مستر، مايكرو سالب 6، نانو برافو عليك سالب 9. يبقى هنا انت لو عديتها على صوابعك كده وعرفت ترتيبها، اضرب الرقم بتاعها او الترتيب بتاعها في الاس سالب 3، يعني هتجيب الاس العشري بتاعها. طيب خد بالك بقى في المضاعفات الصغرى، في عندي جزء صغير كده قد انا مش هتكلم عنه، اللي هو اللتر والسنتي متر مكعب وتحويلهم للمتر المكعب، اللي هو تحويله خاصه بالحجوم. طب ليه مش حضرتك مش هتكلم عنه؟ لا انا اقول لك السنتي كويس، السنتي لان في الاصل بص كده، السنتي والانجستروم هم من الوحدات الطول الرئيسيه اللي هم لازم يتحولوا للمتر. السنتي 10 اس سالب 2 من المتر، اما الانجستروم 10 اس سالب 10، دول بره التحويل الثلاثي. طب لما اقول سنتي متر مكعب، برافو عليك والله العظيم انت سكره. ايوه يعني ايه يا مستر؟ سنتي متر مكعب يا محترم، يعني هضرب الاس العشري اللي هو 10 اس سالب 2، هضرب الاس العشري في 3، يعني تبقى 10 اس سالب 6. يبقى سنتي متر مكعب بيتحول الى متر مكعب ازاي؟ يتضرب في 10 اس سالب 6. طب استنى بقى نكمل مع بعض، احنا عرفنا مع بعض المضاعفات الصغرى لوحدات القياس، وعرفنا مع بعض المضاعفات ايه؟ الصغرى اللي هي الفرعيه طبعا الثلاثيه، وعرفنا السنتي والانجستروم، وعرفنا بقى حتى المتر مكعب وايه؟ اللتر. طب ايه رايك بقى بالكبير؟ ايه ده؟ ايوه ما في مضاعفات كبيره، في وحدات قياس كبيره زي ايه؟ زي الكيلو متر والميجا والجيجا والتيرا. افتكر هناك كنا بنقول ايه يا ولاد؟ ملي مايكرو نانو، قلت لك مين؟ مين ايه؟ ميم ميم وبعدها النون. ملي مايكرو دول في الاول، ملي سالب 3 والمايكرو سالب 6، والنانو بعدهم اللي هو 10 سالب 9. ورجعت قلت لك طبعا ما حدش فينا بيغلط في الكيلو، ولكن الميجا والجيجا قلت لك مين صاحب المج؟ مج ايه؟ مج ايه اللي انت بتتكلم عنه ده بس؟ ما هو الميم قبل الجيم، الميجا قبل ايه؟ الجيجا. يبقى ده طبعا كبير اضرب يعني اس موجب، يعني كيلو 10 اس 3، الميجا 10 اس 6، الجيجا 9، التيرا 12. طيب في وتحويلات كبرى تانية، في تحويل خاص بس بالكتلة اللي هو بالكيلو جرام، اللي هو تحويل الطن، اللي هو يعتبر جيجا، يعتبر ميجا جرام، اللي هو 1000 كيلو جرام، اللي هو عشان احول طبعا وعشان الوحدة القياس الدولية مش الجرام هي الكيلو جرام، ففي الحالة دي سموها الطن، والطن هنا
اللي هو 1000 كيلو جرام، اللي عشان احول من الطن الى الكيلو جرام هضرب في 10 اس كام؟ في 10 اس 3 يا مستر، لانها 1000. طب من كيلو جرام للطن 10 اس 3، هقول لك كبير بقى للصغير، اس ايه؟ موجب. طب استنى مستر، التحويلات دي بعضها احنا خدناها قبل كده وبعضها دخل في حيز المراجعه، بس بصراحه افتكرناها كويس. ولكن حضرتك بقى هنقول لك على حاجه، احنا هنا بنتكلم عن السرعه، فانا محتاج ايه؟ فانا محتاج ازاحه ومحتاج زمن، ومش شرط الزمن تبقى بالملي ثانيه، بالملي سكند والكيلو سكند، ممكن تبقى بالدقيقه او بالساعه. بص كده احنا اتفقنا من الكبير للصغير بنعمل ايه؟ بنضرب. يعني من الساعة للدقيقة هضرب 60، من ساعة كبيرة، ومن الدقيقة للثانية هضرب 60، يبقى من الساعة للثانية هو شاطر اضرب في كام؟ في 3600. طيب اعكس، من الثانية للدقيقة، ده الثانية هي الصغيرة والدقيقة هي الكبيرة، يبقى هقسم. بس هتقسم على كام بقى؟ هي دي بقى الحالة الخاصة بتاعتنا اللي هي ايه؟ هقسم على 60، ومن الدقيقة للساعة هقسم برضو على 60. إذا من الثانية للساعة هقسم على 3600. موضوع سهل أوي. أقول فيه تاني؟ جاهزين؟ طب تيجوا نحول السرعة. السرعة يا ولد، السرعة، بصوا يا ولد، أنا حتى في سؤال دلوقتي مجهزه لك اللي هو تأكيد على فكرة التحويل، ان في النهايه خالص السرعه بتتكون من جزئين، ازاحه وزمن، يعني بسط ومقام. وانا راجل لما يجي لي مساله زي كده بحول البسط لوحده والمقام لوحده. يعني ايه؟ بص، في التحويل التقليدي اللي احنا اللي احنا عارفينه او اللي احنا بنتعامل معاه كتير، اللي هو من الكيلو متر على الساعه الى متر على الثانيه او العكس. وطبعا انا ما بحبش العكس. ليه؟ لان الوحده الدوليه للسرعه اللي هي المتر على الثانيه. طب بص كده، البسط كيلو متر الى متر، لا ارجع لها، معلش ارجع لها قبل المثال، لان المثال للشكل الثاني من نفس التحويل، اللي هو كيلو متر الى متر، هعمل ايه؟ ايه ده يا مستر؟ اضرب في 1000 في البسط. طب ساعه الى ثانيه هعمل ايه؟ ايه ده؟ الساعه كبير والثانيه صغير، هضرب في 3600. بس دي بتبقى فين؟ في المقام. يعني تقصد ان البسط هيبقى 1000 والمقام 3600. اعرف ان ناس فينا كتير قوي بتختصرها الى 5 على 18 واللي سهله الحفظ. طب استنى بس، ما انا ممكن اقول لك ايه؟ من بدل ما اقول كيلو متر اقول لك ملي متر، وبدل ما اقول ساعه اقول مثلا مايكرو سكند، جيجا ثانيه، فيمتو ثانيه. يا جماعه لازم اخد القاعده الاول، وبعد كده الحالات المتداوله مفيش مشكله ان انا هكون حفظتها بالتداول او بالمعرفه التلقائيه بعد كده. يبقى هنا في التحويل في الحاله دي حول البسط، وبعد تحول المقام كيلو متر الى متر اضرب في 1000، ساعه الى ثانيه اضرب في 3600. دول موجودين فين؟ في المقام، وبالتالي يبقى ضربت في 1000 على 3600. طب لما اجي بقى من متر على الثانيه الى كيلو متر على الساعه، المفروض ان انا هعكس التحويله بتاعتي، يعني هقسم على 1000 على 3600. وعلموني اساتذتي زمان في الرياضيات، اقلب الاسم ضرب وشقلب الكسر. يعني اعمل ايه في الكسر يا مستر؟ يعني خلي البسط مقام والمقام بسط. يعني هعمل ايه برضه؟ يعني هضرب في 3600 على 1000. ده لو انا عايز احول من ايه؟ لو انا عايز احول من المتر على الثانيه الى الكيلو متر على الساعه. طب استنى بقى ناخد مثال تاني كده عشان الفكره اللي بقولها لك. ايه ده يا مستر؟ ما انا بقول لك الفي 25 مايكرومتر على الملي سكند. يا نهار ابيض. طب ما كده يا مستر وقعنا في مشكله. ايه المشكله اللي عندك؟ مستر اصل حضرتك مش واخد بالك، احنا هنا حافظين. اوعى تقول لي كلمه حافظين، الحاجه الوحيده اللي تحفظ من التكرار والتعامل معاها على طول القانون الفيزيائي. ولكن تحويل وحده قياس الاساسيات بس يا شباب، القوانين بس. يعني انا عارف ان المايكرو الى المتر، المايكرو عشان يتحول لمتر هضرب في 10 اس سالب 6 يا مستر. طيب والملي ثانيه عشان يتحول لثانيه هضرب في 10 اس سالب 3. اوعى بقى هنا تحفظ لها تحويله. هنا حضرتك عارف
البسط لوحده والمقام لوحده، يعني اضرب البسط في 10 اس 6 والمقام في 10 اس 3، يعني هيطلع عندك 25 مضروبه في 10 اس 6 في البسط، 10 اس 3 في المقام، اللي هي هتطلع في النهايه خلاص 10 25 في 10 اس 3 متر على الثانيه، اللي هي تبقى 25 من 1000. ده الموضوع مبسط قوي يا شباب، ولكن هو بس محتاج منا شويه تدريبات صغيره وشويه تعامل صغير مع مع التحويلات. انت افترض كده سرعات بوحدات مختلفة وجربها مرة واثنين وثلاثة وشوف، اوعى تبص للرقم الناتج، ما يهمنيش، قد يكون انا اكتب المثال ويكون مثلا المعطى بتاعه او الرقم اللي مكتوب في المعطى رقم شوية يطلع قيمة مش منطقية بالنسبة لي. طبعا الطبيعي ده ما يحصلش، ولكن انت بتتدرب، ما تتعبش نفسك، جربها كده قول لي سرعة مقدارها 3 ها كيلو متر على التيرة سكند، أو سرعة مقدارها 2 كيلو متر جيجا متر على مثلا الفيمتو ثانية، أو على طلعت سرعة أنا مش قادر. إيه المشكلة؟ أنت تعب نفسك ليه؟ الموضوع فعليا أقول لك على حاجة، سرعة الضوء أنا ممكن أكتبها لك 3 في 10 أس 8 كيلو متر، 3 في 10 أس 2 ها كيلو متر على الملي ثانية إلى مصر. أيوه، ما حضرتك في النهاية خالص هتطلع معاك في الحالة دي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية، اللي هي أنا حولت البسط لوحده والمقام إيه لوحده. طب تعالى بقى خد بالك هنا، السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة، أنا لسه بقول لك إن السرعة المتوسطة هي دائما متجهة، لأن هي القيمة المطلقة، لأن السرعة المتوسطة هي القيمة المطلقة للسرعة المتجهة. تعالى بسرعة كده، أنا عايز أعلمك حاجة مهمة كمان، لو إداني العلاقة برسم بياني. أيوة يا مستر، ماله؟ الرسم البياني يا ولاد له ميل، الميل هو دي ضروري جدا، ولو سمحت شفنا ولادنا في فصول كتير بنتكلم معاهم نلاقي الموضوع الميول ده واقع منهم خالص. طالب ثانوية عامة واقع منه الميل يا مستر؟ لانه في اولى اهمل. تاني يا ولاد معلش بص لي هنا، الميل هو ظل الزاوية الضيقة دي الصغيرة دي، فين دي يا مستر؟ اللي هي الزاوية مع التفقيه. الميل يا شباب هو من المنحنى بيمثل ظل الزاوية اللي بيصنعها مع الافق، مش اي افق، مع موجب اكس. تاني، من المنحنى اللي هو ظل الزاويه مع مين؟ مع موجب اكس. طيب استنى كده، يعني الظل اللي هو التانسيتا، يبقى الميل اللي هو دلتا اكس على دلتا واي. يا مستر ما فرق الصلاه على فرق السنه، هو نفسه بالظبط، لو شفته رقميا هتلاقيه نفسه تانسيتا اكس، تانسيتا مع المحور الافقي. وبالتالي يا اولاد دلاله الميل تزداد بزيادة الزاوية. ازاي؟ مش فاهم بس الحتة دي، يعني كل ما كانت الزاوية أكبر، جربها كده، امسك الآلة الحاسبة واعمل تان 20 وبعدين تان 30 وتان 50 وتان 60، هتلاقي كل ما الزاوية بتزيد قيمة التان بيحصل لها إيه؟ الظل بيزيد يا مستر. معنى كده إن إذا زاد قيمة طيب أنا دلوقتي بتكلم عن إزاحة على زمن اللي هو سرعة متجهة. في الحالة دي يا شباب بالراحة كده بسرعة هنقول يبقى هنا كل ما زادت الزاوية دي الظل بتاعها هيزيد، وبالتالي الميل بتاعها بيحصل له ايه؟ يزيد، يبقى دلالة المنحنى هتزيد. يبقى هنا إذا كان الميل أكبر فالجسم هنا لو بتكلم عن إزاحة وزمن يبقى الجسم ايه؟ أسرع. طب إيه رأيك؟ أنا عندي دول اتنين بيجروا، عداء لابس متسابق لابس أحمر والتاني لابس أخضر. تعالى كده نبص لهم، اي العدائين اسرع؟ انا بسالك. قلنا تاني بقى، اذا زاد الميل زادت قيمه ايه؟ تنسيت. واذا زاد قيمه تنسيت تزداد، دليل على زياده الميل اللي هو زياده مدلول العلاقه البيانيه اللي هي دي على التي بتزداد. طب ما تيجي كده نبص، انا هنا هحلهم بطريقتين. انا هنا هقول ان الاحمر هجيب الميل لكل واحد فيهم لوحده، الاحمر خدت ايه؟ الاذاعه الكليه على الزمن الكلي 6
ناقص صفر على 3 ناقص ايه؟ صفر. طيب والاخضر اذا هقول لي على زمن كلي، ايه رايك بقى اللي هي 3 ناقص صفر على 3 ناقص صفر؟ ايه ده؟ ده الاحمر ماشي بسرعه كام؟ 2 متر على الثانيه، والاخضر ماشي بسرعه كام؟ 1 متر على الثانيه، مين فيهم اسرع؟ الاحمر اكيد يا مستر اهو. طيب ايه راي حضرتك؟ ايه رايك بص للزاويتين كده، مين اللي بيصنع زاويه اكبر؟ المنحنى بتاعه بيصنع زاويه اكبر مع الافقي؟ ايه ده؟ ده الاحمر. معنى كده ان كلما زاد الميل زادت الزاويه، وكلما زادت الزاويه زاد الميل، وبالتالي دل على زياده ايه؟ الناتج. معنى كده الميل الاكبر هو ايه؟ الاسرع. طيب يلا بسرعه بس يا ولاد، يلا ده وقتنا تقريبا هرب خالص، بس انا نفس الرسم اللي فيه ناخد عليه سؤالين بس. الميل هنا بيمثل ايه بقى؟ هل هو مقدار السرعه؟ مستر هي دي على التي مش كده؟ هي سرعه. طب هي مقدار الاتجاه. برافو عليك. طبعا بيمثل مقدار واتجاه السرعه، لان الميل في حاله زي كده هيديني ميل سالب، اما في الحاله اللي فاتت كان هيديني ميل موجب. طيب في نفس الرسم انا عايز الازاحه، هو مديني لي منحنى الازاحه والزمن، انا عايز السرعه المتجهه. السرعه لو قياسيه قلنا ما بتاخدش موجب ولا سالب، هي على طول موجب. اما المتجهه، ايوه هتاخد موجب او سالب تبع الاتجاه، في اف ناقص في اي، هنا برضو دي اف ناقص دي اي، اللي هي الديسمنت الازاحه النهائيه ناقص الازاحه الابتدائيه. يلا كده الازاحه النهائيه ناقص الازاحه الابتدائيه على الزمن ده. طب خد بالك الزمن على طول عمره ما هيدي اكتر من صفر، عمره ما هيدي سالب، لان الزمن على طول قيمه ايه؟ قيمه قياسيه، وبالتالي هو دايما قيمه موجبه. اما الازاحه قد تكون موجبه وقد تكون سالبه، لانها ايه؟ كميه متجهه، وبالتالي هنا السرعه تساوي سالب 5 متر على الثانيه. مثال اخير هنا يا شباب، لو حضرتك عايز تعوض بص كده، الراجل هنا بيديني ايه؟ بيتحرك 9 كيلومتر خلال نص ساعه، طلع الازاحه والزمن وبعدين دي انا عايز السرعه المتوسطه، وبالتالي هنا يا ولاد تقدر تحولها. طبعا تضرب في الف على 3600 او 5 على 18. طيب نفس الفكره يا شباب، انا هنا بظهر لك نفس، يعني يكاد يكون نفس المثال بس بمعطيات مختلفه شويه. ايه ده يا مستر؟ ده معنى كده الموضوع بالبساطه دي، حتى لما بيكمل عدد من المعطيات اكتر، الموضوع كله يا شباب بيكون ببساطه. هنا اخر بقى حاجه في قصتنا، مثال صغير على السرعه القياسيه المتجهه. طبعا القياسيه المسافه الكليه على الزمن الكلي، اذا هنا هجيب ايه؟ المسافه اللي هي مجموع المسافات، اللي هي طلعت عندي 1.5، طلعت 3.8 من 10 كيلومتر، اللي هي احولها للمتر يا سيدي عشان نبقى بالوحده الدوليه، اللي هي 3800، والزمن 20 ثانيه، وبالتالي هنا خلاص السرعه الازاحه الكليه على الزمن الكلي، قدرنا منها نجيب ايه؟ السرعه القياسيه. اما السرعه المتجهه ففي الحاله دي هنجيب مين؟ الازاحه. لا هنا الازاحه اللي هو البعد المباشر بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. خد بالك ان شاء الله في كل حصه هحاول احط لك قاعده كده صغيره تجيب بيها الازاحه. طبعا الشكل الرباعي المنتظم في كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، وبالتالي الازاحه هتكون طول الضلع ايه؟ الثاني. يبقى خلصنا كده، يبقى الازاحه الف د اللي هي توازي ب ج، اللي هي هتساوي في المقدار وفي نفس الاتجاه، اللي هي 8 من 10 كيلومتر، اللي هي 800 متر، وبالتالي بسهوله خالص هقدر اجيب ايه؟ الفي متجه، اللي هي خد بالك بقى مش عايزين نختلف مع بعض على الرموز، قلت اس قلت في قلت، انت حر. انا في النهايه خالص اللي يهمني انك تكون فهمت الفرق بينهم وازاي تحل مسألة. كده يا شباب نبقى خلصت حصتنا النهارده، تحولي اشكركم وان شاء الله انتظروني الاثنين الجاي.